كان الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه كما ذكر لنا مشايخنا القدامى كان يلزم أئمة المساجد بأن يحفظوا الناس الأصول الثلاثة. لما؟ له بعد نظر رحمه الله، لأنه يعرف أهمية التوحيد. قال لو تقول لبعض الناس ما هي الأصول الثلاثة ما عرفها، وربما طالب علم يقال طالب علم أو دكتور. ولذلك افتتن الناس بالشهادات، بما أن عنده شهادة هو العالم والمبجل والفاهم. لا ليس بصحيح.